بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص التحضيرات، تحضيرات عاديه، احنا انتظرنا مقابله، يعني الان دخلنا في مرحله يعني وين المقابلات اللي خاصه اللي في ميداننا ما لازمش نضيعوا النقاط. يعني الحمد لله اللاعبين راهم واعيين، راني نلاحظ ان اللاعبين تاعنا راهم واعيين، راهم مركزين جيدا، وعلى بالهم المسؤوليه اللي راهي تستنى فيهم ان شاء الله. صحيح انه المباراه الماضيه يعني مع الرايد بن عكنون كنا قادرين نعودوا على الاقل بنقطه، يعني كي تشوف معطيات المقابله وين ضيعنا احنا الفرص تاعنا كانت اسهل من الفرص اللي كانت عند الرايد. لكن واش نقول لك، كان شويه نقص في التركيز، لكن الاداء على العموم كان يبشر بالخير ان شاء الله. الفريق تاعنا راهو في تحسن، نتمنى ان شاء الله ندارك ان شاء الله بالمقابله الجايه، ان شاء الله عندنا فرصه انه مبارتين في ميداننا، ان شاء الله نتمنى ان ندارك ان شاء الله ونضمن 6 نقاط هذه اللي رايحين تخرجنا من المرتبه اللي رانا فيها ان شاء الله. نفسوا شويه ان شاء الله. صدقني والله مانيش مؤمن، والله ماني قاعد في الفريق هذا، مانيش هنا قدامك صراحه. انا عندي امل كبير كبير كبير، ورايحين باذن الله رايحين نضمن البقاء تاعنا باذن الله قبل نهايه الموسم. لا انا واش نقول لهم الانصار، نقول لهم هذا الفريق تاعكم ان شاء الله. الفريق تاعنا محتاج، احنا كطاقم فني ولاعبين محتاجين التشجيع تاعكم، محتاجين الدعم تاعكم. نقول لهم صبروا علينا، يعني نعتذروهم على النتائج هذو، النتيجتين اللي اخيرتين هذه، لكن نوعدوهم ان شاء الله راح نعملوا ان شاء الله يعني اقصى جهد تاعنا باش نخرجوا الفريق تاعنا من الوضعيه اللي راهي فيه. نقول لهم صبروا علينا، وانتم هما راس مالنا، وانتم هما اللي تعطيونا القوه هذيك في المباريات، مثل المباراه الماضيه في بن عكنون وين شفنا تنقل كبير تاع المناصرين. نعتذر لهم مره ثانيه ونقول لهم بلي انتم السند تاعنا، اصبروا على الفريق تاعكم. احنا الهدف تاعنا انا والبقاء ان شاء الله، ماهيش حاجه مستحيله ان شاء الله. ان شاء الله بعد 5 6 مباريات ان شاء الله نكون وصلنا للهدف تاعنا ان شاء الله، بالتعاون تاعكم، بالتشجيع تاعكم، بالمسانده تاعكم ان شاء الله. بون، السلام عليكم.